هذا البرنامج ان نزرع فيكم بذرة القيادة من خلال اربع محاور رئيسية. علشان تكون قائد لازم تكون واثق بنفسك، علشان تكون قائد لابد ان تتحمل المسؤولية. في نسبة انه ممكن نكون روبوتات اللي تقود الطيارة، بس يعني ان شاء الله انا اريد اكون طيار. المحامي هو الذي يظهر الحقائق ويحقق العدل، ومن منا لا يريد تحقيق العدل؟ جديدي مشاركة في ورشة القائد الشاب اللي تعلمت فيها أساسيات القيادة ومفهومها، تعلمت أثق بنفسي أكثر، عرفت مهارات وأساسيات الإلقاء وكيف أنظم وقتي وأديره، وأشكر الأستاذ محمد الشحي على هالدورة المفيدة.